يعتبر الزمن عاملا مهما في إعادة تحقيق التوازن، فالجميع يتعلم من أخطائه ومن نقاط قوة خصمه، كما تعلم الروس من الطريقة التي استخدم بها الأوكرانيون المسيرات بطريقة فعالة. يبدو أن الأوكرانيين الآن يسيرون على خطى الروس، فبعد أن نجح الروس في بناء أكبر خط دفاعي تكسرت على أسواره هجمات الأوكرانيين في هجومهم المضاد الكبير الصيف الماضي. الآن الأوكرانيون بصدد بناء خط دفاعي كبير على طول الحدود الروسية والبيلاروسية لحماية كييف والمدن الكبرى من هجوم روسي آخر يحاكي الهجوم الأول عبر الحدود البيلاروسية أو حتى عبر أو عن طريق الحدود الروسية. لذلك القوات الروسية تقصف كل هذه المناطق أو 10 كيلومترات الأولى من الحدود في العمق الأوكراني لمنع الأوكرانيين من تشييد هذا الخط الدفاعي الذي يعتبر شبيها جدا بالخط الدفاعي الروسي أو ما يعرف بخط سوراف الذي يتكون من ثلاث خطوط دفاعية وحقول ألغام بطول كيلومترات. في جهة أو جبهة كوبيانسك لا تزال الحرب مشتعلة، فالآن القوات الروسية تحاول العودة إلى مدينة كوبيانسك التي انسحبت منها، هي مدينة تقع في إقليم خاركيف وانسحبت منها القوات الروسية في الخريف الماضي. القوات الروسية الآن وصلت إلى حدود كالينوف وسينكيفكا وهي الآن تحاول مهاجمة كوبيانسك من الشمال، وتعتبر مدينة مهمة جدا في إقليم خاركيف، وسقوطها قد يؤدي إلى إعادة محاصرة خاركيف. غير بعيد من مدينة دونيتسك، بعد أن سيطرت القوات الروسية على مارينكا تتجه الآن القوات الروسية إلى غورغيفكا وتحاول السيطرة عليها، لكن الهجوم الروسي كان يحمل طبيعة رمزية إلى حد كبير، فالقوات الروسية حاولت السيطرة على هذه المنطقة قبل نهاية السنة أو قبل 7 يناير الذي يعتبر عيد الميلاد عند في الكنيسة الشرقية، وهذه المنطقة تحتوي على دير مهم جدا بالنسبة للروس، دير تاريخي له أهمية كبيرة وبقي مع الكنيسة الروسية بعد أن انفصلت عن الكنيسة الأوكرانية. بالنسبة للروس يعتبر تقدما يحسب بالأمتار، لكنه مهم جدا من الناحية المعنوية ومن الناحية الدينية. لا تزال المعارك محتدمة في هذه المنطقة لإبعاد المدفعية الأوكرانية عن مدينة دونيتسك التي لا تزال تتعرض للقصف وأصبحت تدفع ثمن قصف روسيا لكييف، فقوات الأوكرانية لا تخسر الكثير لقصف دونيتسك، فيكفي قذائف المدفعية وصواريخ جراد.